نسينا كل اللي حصل وقاعدين نستنى الوزير وابنه. احنا قاعدين في بيتنا يا ابني، ما خسرناش حاجه. ده وزير يعني مواعيده بابا لازم تكون بالثانيه. الاستاذ كمال مواعيده مظبوطه وعمره ما تاخر على محاضره ولا ثانيه. بس دي مش محاضره، ده مشوار دمه تقيل، جايين يعتذروا ويتاسفوا. في صوت عربيه اهو جه، يبقى هم جم. اشهد ان لا اله الا الله. ده الانتظار مر وهو البلا ولا انتظاره. دي نجار. خد بالك من العربية يا عم مجاهد. في عناية يا ست هاني. شكرا قوي. اتفضلي اتفضلي. نجار هي فين؟ دخلت العمارة. جاية ليه؟ واحدة واحدة يا ابني، دلوقتي نعرف هي جاية ليه. مجاهز عرفت ان في صلح. طب افتح الباب يا دعاء. حاضر، وهقف على الباب انتظرها كمان. ازيك يا دعاء؟ اهلا يا نجار، اتفضلي واقفه ليه؟ متشكره. مساء الخير. ايه يا جماعه في ايه؟ مفيش حاجه، اتفضلي تعالي اقعدي. ازيك يا عمر؟ ازيك يا بنتي؟ ازيك يا طنط؟ اهلا يا بنتي، انت جايه معاهم؟ جايه مع مين؟ هما مين دول اللي جايين؟ في ايه يا عمر؟ مفيش حاجه، نتصالح. تصالحوا مع مين؟ يا بنتي اقعدي استريحي من السلم وبعدين تعرفي. هتتصالحوا مع مين بس يا انكل؟ الولاد اللي ضربوا احمد، هم وابهاتهم هيجوا يعتذروا له، جايين لحد بيتنا عشان يتاسفوا. مش هيحصل يا انكل، مش هيحصل. ليه؟ مش هيحصل ليه؟ لو كانوا قالوا لكم كده يبقوا بيضحكوا عليكم. بيضحكوا علينا ازاي؟ ده اتفاق رجاله. الاتفاق غير كده خالص، شكري بيه واللي معاه متفقين على حاجه تانيه. يعني متفقين يضحكوا عليا زي ما بتقولي؟ لا، متفقين ان هم يكسبوا القضيه من غير ما يتعبوا نفسهم ولا حتى يجوا لكم هنا. ازاي يعني؟ فهميني يا نجار. هيقدموا شهاده للمحكمه ان انا ما بشوفش بالليل، يعني ما اعرفش مين اللي ضربوك يا احمد، ما اعرفهمش. ما تعرفيهمش؟ ايوه، عملوني عمي علشان ما تاخدش حقك. يا لهوي. مستكترين انهم يجوا يعتذروا؟ شفت يا بابا؟ شفت؟ شفت ايه؟ شفت ايه؟ دي ناس بتخلي الناس تشوف على كيفهم ويعموهم على كيفهم. طب انت عرفتي الكلام ده منين يا نجار؟ هي الاتفاق كان قدامي. وانت يا نجار وافقتي ان تقدمي الشهاده دي؟ لا طبعا يا دكتور، بس اكيد هم هيقدموا الشهاده دي من ورايا، بس لو عملوا كده انا مش هسكت وهقول لبابا ان انا مش هسكت. هو بابا عارف؟ يا ريت يا بابا تكون حضرتك صدقتني دلوقتي، تعرف ان الناس دي بتلعب بينا زي ما قلت لحضرتك. قلت ايه؟ الراجل كان بيترجالي في تليفون انه يجي، يعني ايه بيضحك عليا؟ كذاب، بيثبتك. بيثبتني؟ اسف يا بابا، قصدي ان الناس دي بتضحك علينا لغايه ما رتبوها. واحنا اللي قاعدين نشيل ونحط ونستلف من ام نادر، ايه؟ واخرتها كمان ابو العزم يضحك عليا، اللي عامل لي راجل محترم. الاستاذ كمال ما يعملش كده ابدا، ده راجل محترم فعلا يا خالي. اسكتي بقى، انت لسه بتقولي راجل محترم؟ انت تعرفيه منين اصلا؟ مساء الخير. السلام عليكم يا استاذ عبد الحميد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا احنا اسفين على التاخير، ثانيا احنا جايين لوحدنا، باقي المتهمين رفضوا انهم يجوا، ما جوش ليه؟ دي مساله بقى نناقشها لو حضرتك سمحت لنا ندخل ونقعد. احنا عرفنا ما جوش ليه يا استاذ كمال. يعني حضرتك هتسمح لنا ندخل؟ بيتك ومطرحك، اتفضل. يا استاذ عبد الحميد انا ادخل باذن حضرتك اه، لكن خالد ابني مش هيدخل غير باذن احمد ابنك. ازاي؟ لا يخش طبعا. ادخل ادخل يا خالد يا ابني. استنى يا خالد، لو ما سمحتلوش يدخل هنعتذر ان هو ليك ولوالدك من على الباب وهنمشي. قول له يدخل يا احمد. ميدو ميدو عشان خاطر امك يا ميدو. اتفضل كده ادخل. مساء الخير يا عم. اهلا بيك يا ابني. سلم على احمد وبوز دماغه واعتذر له. بوز دماغ احمد واعتذر له. خلاص يا عم مفيش حاجه. مش خلاص، هو غلط ولازم يعتذر لك وبوز دماغك. انزل بقى، انت طويل كده ليه؟ خليني ابوسك.
حاسب بس الجرح والعملية. خلاص يا عم ما تزعلش، أنا آسف. أنتوا إخوات يا ولاد، أنتوا إخوات. اتفضل يا أستاذ كمال. قبل ما اتفضل لازم أنا كمان أعتذر لحضرتك. أنا آسف يا أستاذ عبد الحميد. اتفضل. اتفضل. يا ساتر. يلا يلا يلا. انا لازم استاذن بقى عشان ميعاد المستشفى. طب ما تقعد كمان شويه. يا ريت، بس بقول لك انت لازم تعملي حسابك من دلوقتي، انت هتتجوزي دكتور، يعني اهم حاجه في حياته مواعيده. مواعيده بس؟ مواعيده ودعاء. يا دعاء. طب يلا يلا لحسن هتهزق يلا. ده طبعا للاستاذ وابن الاستاذ. شفتي؟ انا مش قلت لك ان الاستاذ ده راجل محترم؟ فعلا طلع راجل محترم. يلا شيلي ودي له يا اختي هو وابنه. بس الصراحه بقى الولد ابنه ده مش محترم خالص. ليه؟ عشان خناقته يعني مع احمد؟ هو جه حد عنده عشان يعتذر له؟ لا مش عشان كده، بس اصله عاكسني. عكسك؟ عكسك ازاي؟ عاكسني كده. كده ازاي بقى؟ قال لي وانت معانا في الجامعه جايه من قسم ارياف. طب وهي دي تبقى معاكسه هنا؟ لا هو انا سكت له، ما انا شكمته على طول، خليته قطم ما اتكلمش تاني. طب يلا يلا شيلي شكوميه وبابايا. بس عايزه اقول لك على حاجه بقى دعاء، مع الاعتذار يعني انا مش هنقدر نقدم للبيت نجار دي، قدمي لها انت. عيب كده يعني. دي نجار الشاهده في القضيه. ايوه الشاهده الوحيده اللي هما بيقولوا انها ما شافتش حاجه، اللي عايزين يستعموها. مش هو ده اللي مفكرين فيه؟ مين اللي بلغك يا استاذ عبد الحميد؟ نجار نفسها اللي قالت لنا، وقالت لنا انكم ضحكتوا علينا، احنا اسفين يعني، اسأنا الظن بيك. حصل خير مفيش حاجه. قولي لي يا بنتي انت عرفتي منين؟ كنت عند بابا وانكل شكري كان هناك، وهم فتحوا الموضوع قدامي. انت بنت فؤاد نصار صديق شكر عبد الرؤوف، الاثنين اصدقاء وبينهم مصالح مشتركه، عشان كده عايز يجامله. انا ما بجاملش حد يا انكل، وبعدين انا قلت لبابا ان انا مش هسمح اني اكون عامية، وانا مش هتنازل عن شهادتي ابدا. شكرا. اشرب يا دكتور. يا بنت انا مش دكتور ولا حاجة. ده حضرتك احسن دكتور عندنا في الجامعة كلها. يعني دي شهادة فيها مجاملة كبيرة. ما هي تلمست حضرتك. ايه ده انت تلمستي؟ ايوه انا في اولى اعلام. يا ده ايه الصدفة السعيدة دي؟ هو حضرتك ما بتشوفنيش ولا ايه؟ ده انا بقعد في اول بنت. هو حضرتك مش عارفني؟ ما انتوا كتير يا هنا هناك. لا يا خيال انا بالذات لا، ده انا بقعد في اول بنت طص كده في وشه على طول، ده انا اول ما بيقول صباح الخير بكتبها وراه لازم يعرفني. اصلها بتعتبر حضرتك مثلها الاعلى، وبصراحه لما اتاخرتوا الوحيده اللي قالت انك هتيجي، قالت لا ده راجل محترم وما بيقول حاجه بيعملها، يعني طلعت تعرف حضرتك اكتر مننا. انا متشكر جدا يا بنتي. ما هو الأستاذ أستاذي. لا واضح كمان إن أنت طالبة مجتهدة. ما تشرب يا خالد عشان تبقى تبطل تتريق عليا وتعاكسني. خالد بيعاكسك كمان؟ أيوه يا خالد. ما هو أصل خالد معايا في الجامعة، فاكر؟ أنا آسف يا جماعة. دي ليلة الأسف ولا إيه؟ عن إذنك يا دكتور، بعد إذنك يا خالد. هنا. نعم. لو سمحت يبقى عدي عليا في الجورنال، تعالي لي مكتبي عشان انا عايزك تنزلي تتدربي معايا. الحق يا خيل والنبي، صحيح هتدربني معاك وابقى صحفيه؟ طبعا وممكن جدا تبقي صحفيه كبيره. يلا يا ست هنا دي شهاده ولا التخرج. الحمد لله الحمد لله، متشكره قوي يا دكتور، ربنا يخليك يا رب. متشكرين يا استاذ كمال. العفو على ايه يا استاذ عبد الحميد؟ ده واجبنا ناحيه اولادنا. استاذ كمال بعد اذنك يعني انا مش هتنازل على القضيه. يا استاذ عبد الحميد محدش طلب منك انك تتنازل على القضيه. انا كنت ناوي اتنازل لكن بعد موقف الغدر. اوعى تتنازل يا استاذ عبد الحميد، ونأدى الامر استشهد بيه. استشهد بيك؟ ايوه يا استاذ عبد الحميد،
اغتصم خالد واغتصبني، وانا هحولها لقضيه راي عام، ولازم تنتصر في القضيه دي. لو ما انتصرتش حاجات كتير هنخسرها. هنخسر احترامنا لنفسنا واحترام ولادنا لينا. استاذ كمال، انا نفسي ولادي يحترموني لحد ما اموت. خلي هنا تلم المفرش وتوديه لمنادر هو والسجاد. انا هاخد الورد في اوضتي. يا اختي خديه، هي جت على الورد. خدي الورد يا دعاء، انت احق بيه من الوزير المتكبر اللي ما جاش. انا قلت لك يا بابا، انا عارف. اللي انت ما تعرفوش ان الحق بتاعنا بقى اتنين. في البلد عندنا في الفلاحين يقولوا ايه؟ اخد الحق صنع. شيل شيل قدامي، وخلي بالك ما نحكش في الباب عشان بقى ماما ما تزعقلناش. تليفون يا بابا. ايه مين يا دعاء؟ الاستاذ اسماعيل المحامي. معرفش حد اسمه اسماعيل المحامي. الو. مساء الخير يا استاذ عبد الحميد. مساء الخير. ايوه معلش، دي اول مره اتكلم مع حضرتك في التليفون. وماله؟ نعم، انا اسماعيل رشوان المحامي. احنا اتقابلنا في النيابه، كنت مع شكري بيه عبد الرؤوف. محامي شكري عبد الرؤوف؟ ايوه يا استاذ عبد الحميد. ايوه يا استاذ اسماعيل، يا محامي شكري عبد الرؤوف. اولا انا عاوز حضرتك ما تفهمنيش غلط. لا انا فاهمك غلط. ثانيا برضو مش عاوزك تفهمني غلط. اسمع، الالعاب بتاعتك دي مش هتخيل عليا، وانا مش بسمعك الكلام ده. لا انا عايزك تقول شكري عبد الرؤوف، سامعني؟ سامعك يا استاذ. طب يلا اقفل التليفون، ما عنديش كلام تاني اقوله. ممكن سيادتك يتسع صدرك. اتسع ليه؟ بيتي كان متسع ليكو. سياده الوزير استكبر وما جاش. يا استاذ عبد الحميد، انا مش الوزير، اعتبرني صديق. صديق؟ انت بتهزر؟ بتهزر؟ اقسم لك بالله العظيم يا استاذ عبد الحميد ان انا ما تقسمش بالله العظيم، الاساليب دي ما تنفعش معايا. ولو سمحت اقفل بدل ما اقفل في وشك. انا مقدر انفعالك يا استاذ عبد الحميد ومش زعلان. انت اللي زعلان؟ طيب يا سيدي ازعل ازعل، وانا اعتذر لك واقول لك حقك عليا، بس تاني مره ما تتكلمش هنا تاني. حاضر حاضر، مش هتصل، بس اسمح لي اقابل حضرتك. انت بارد؟ تصوره اقول له ما تتكلمش الا تاني يقول لي تسمح لي اقابل حضرتك؟ لا مش هسمح لك، لا انت ولا شكري عبد الرؤوف. ولو هنتقابل نتقابل في المحكمه. مع السلامه. شفتوا حاجه تجنن؟ شفت يا احمد؟ دي حرب اعصاب. يقولوا لي استنى جايين نعتذر وما يجوش، وبعد شويه يخلوا المحامي الاهبل ده يكلمني. بس خدت بالك؟ هم دلوقتي قاعدين يلفوا حوالين نفسيهم، حاسين انهم هيخسروا القضيه وهيتفتحوا في كل الجرايد. اكيد كمال ابو العزم مش هيسكت.